قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها ستواصل الشراكة مع القوات التي تدعمها واشنطن في سوريا والتي تشمل قوات كردية. كما أكد البنتاغون أن هناك تعديلات وشيكة على الدعم العسكري المقدم للأكراد يجرى مراجعتها بناء على المتطلبات العسكرية، وتقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم لقوات سوريا الديمقراطية التي قادت معركة تحرير الرقة من تنظيم داعش الإرهابي.